في صنع في الاهلي النهارده معانا واحد من كباتن فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي، كابتن محمد البيلي. مسيره حافله بالالقاب والانجازات داخل جدران القلعه الحمراء. كان كابتن منتخب مصر لتنس الطاوله في بطوله العالم الاخيره واللي كانت في الصين، وقدر منتخبنا انه يكون واحد من اهم 16 منتخب على مستوى العالم. لاعب معجون بحب النادي الاهلي، وعمره ما اتاخر عن انه يجدد او يلعب للاهلي، لانه عارف ومقدر يعني ايه النادي الاهلي او يلعب باسم النادي الاهلي، وهو عاشق من عشاق الشياطين الحمر. الحقيقه وكالعاده تقرير صنع في الاهلي مع كابتن محمد البيلي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر لتنس الطاوله، وهنرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. ابتديت سنة 2000 في نادي المنصورة، بعد كده انتقلت للنادي الأهلي من 2004 لحد دلوقتي. الحمد لله بقالي 19 سنة والحمد لله موجود في النادي الأهلي. نفسي ألعب كورة، بس النصيب بقى اتجهت لتنس طاولة. كان أهلي السبب يعني، مامتي وبابايا وإخواتي، لعبت يعني في الشارع عادي زي ما اي حد بيبتدي، فهم لقوني يعني ممكن اكون كويس فودوني نادي المنصوره. بعد كده الحمد لله نادي الاهلي شافني وانتقلت الحمد لله نادي. لما ابتديت سنه 2000 مع نادي المنصوره كانت في انديه كتير شافتني، النادي الاهلي ونادي الزمالك وكده، بس احنا اهلاويه جدا من يعني وانا صغير بنشجع على طول النادي الاهلي في الكوره وفي جميع الالعاب، وماما وبابا واخواتي، فالنادي الاهلي كان بالنسبه لنا حلم كبير. فاول ما النادي الاهلي كلمنا على طول ما اخدتش وقت يعني، وعلى طول مضيت. انا واخد لحد دلوقتي الحمد لله 28 بطوله، واخد 14 دوري و10 بطوله عربيه واثنين انديه افريقيه واثنين كاس مصر. بطولات الانديه العربيه اللي اخدناها متهيألي أصعب حاجة، عشان على طول الأندية العربية بيجيبوا لعيبة محترفة يعني من الصين، فعلى طول البطولات دي بتبقى صعبة جدا. والأندية الأفريقية برضو الفرقة بتاعت نيجيريا بتجيب برضو محترفين، بتبقى صعبة جدا. وفي السنة اللي قبل اللي فاتت بالنسبة للدوري كان الزمالك جايب محترف برضو، فدي كانت أصعب بطولة دوري برضو لينا على مدار التاريخ يعني، من 14 سنة احنا من 2009 الحمد لله يعني ما بنخسرش. كانت أصعب بطولة دوري السنة اللي قبل اللي فاتت يعني. اصعب ماتش انا قلت لك سنه 2009، البطوله دي كانت في المغرب، كانت انديه عربيه قصاد نادي قطري كان جايب محترف صيني، وقدرت افوز بالمباراه، فدي كانت اصعب مباراه ليا مع الانديه العربيه من خارج الدوري. السنه قبل فاتت كان نادي الزمالك جايب محترف صيني، وقدرنا الحمد لله نفوز ونتغلب عليه، فاعتقد دول اصعب بطولتين واصعب ماتشين يعني. لما بنقعد في بيوتنا اساسا ببقى مع اصحابي اكتر ما بقعد في البيت مع اخواتي وماما وبابا، في ذكريات كتير جدا احنا يعني بنتبسط باللمه دي، بنتبسط بالذات لما بنعمل معسكر او اعداد لاي بطوله قويه زي انديه عربيه او انديه افريقيه او الكلام ده. وطبعا جوه مصر برضو لما بنلعب الدوري وبنلعب كاس مصر في ذكريات كتير. فانت بتتكلمي في حوالي 20 سنه يعني، فالحمد لله حاولت يعني اخدت بتاعك 30 بطوله، فالحاجات كتير قوي مش فاكر بالظبط، بس بنبقى مبسوطين جدا واحنا مع بعض يعني، وبيبقى في ذكريات كتير جدا يعني. جماهير النادي الاهلي جدا عشان على طول في ظهرنا وداعم لينا، سواء انا مع النادي الاهلي او سواء مع منتخب مصر، فانا بشكرهم جدا يعني، عشان على طول بيبعتوا لنا وعلى طول بينزلوا لنا حاجات، فانا بشكرهم جدا يعني. بالنسبه لطموح الفتره الجايه احنا بنستعد زي ما انت شايفه دلوقتي، عندنا بطوله افريقيا، مسافرين يعني بكره كازاخستان، عندنا بطوله، وبعد كده هنرجع نعسكر في اسماعيليه، بعد كده عندنا بطوله افريقيا في تونس ان شاء الله، دي بقى اهم حاجه اللي مؤهله لاولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. فهنلعب مع منتخب نيجيريا، منتخب نيجيريا صعب يعني، منتخب عنيد وقوي، وعندهم ارونا ده من اقوى 20 لعيب على مستوى العالم، والاثنين التانيين اللي بيلعبوا معاه برضه محترفين في البرتغال وفي فرنسا. فاتمنى ان احنا نكسب المباراه دي عشان الحلم بقى والطموح اللي انا اروح اولمبياد باريس ان شاء الله. احنا شاركنا في طوكيو، واتمنى ان شاء الله ان احنا نشارك في باريس ونحاول نحقق حاجه ما حصلتش ان شاء الله قبل كده.
بقول لهم اللي انا بشكرهم جدا طبعا على الدعم والمسانده على طول، الصفحات بتاعه النادي الاهلي بتبعت لنا على طول. اطلب منهم برضو الفتره الجايه فتره صعبه جدا، اللي احنا هنلعب مع منتخب مصر ان شاء الله ضد منتخب نيجيريا. الماتش ده مهم جدا لينا، كلنا مركزين ان شاء الله ان احنا نكسب المباراه دي عشان ان شاء الله نوصل اولمبياد باريس ان شاء الله، نحاول نحقق حاجه ان شاء الله ما حصلتش ان شاء الله قبل كده.